الشجر بس ينزف دم ويروي الشجر. ها وش قلتي؟ أسير الشرقية وأبوك هذه حالته؟ أبوي صار زين وسيف يقول محضلنا مفاجأة حلوة. لا يا كيف، أنا تعبانة وما في شدة على السفر الطويل. سير أنت وخذ معك سم وفرخوا بشهر عسلكم اللي ما كملته. سما حلم أبوي وأمي ومستقبل ومستقبل أولادي، وأنا ما عندي استعداد أضحي بمستقبل أولادي. حتى في حلمي مستقبل أولادي؟ بس ما في حلم أهلي. هو حلمي أنا؟ سامحني يا طلال، ما أقدر أخون الأمانة اللي خلوها أهلي في رقبتي. لأني شنانية. نسيت حلم أهلي شو بعت البيت حخالش، مع أني كنت محتاج حبيت. رفضت الضحي بالبيت وبعتي حبو فهد بكل سهولة، وحتى المزرعة ترفض إني أسوي مشروعي على أرضها. سبحان الله، توقف أحلامش وأمانتش عند حياتي أنا. ما كنت منتبه يوم بعت البيت، بس الحين عرفت حقيقتش. سمعيني زين، أنا ما مستعد إني أتخلى عن حلمي، وعنديش واحدة من هنتين، يا إنش توافقي إني أسوي المشروع على الأرض، يا كل واحد في درب. هلك ما بيون، وأني مستعجل. مستعجل تشوفه؟ مستعجل على شيء يحررني من ضعفي ويخلصني من خوفي اللي صار لسنين طويلة مرافقني. عمتي موزة ردت علي إنها ما تقدرتي، لأن جيفر وطلال وعمي ذياب مشغولين وايد. حايلتني إني أخبرها عن المفاجأة، وانا ابدا قلت لها يا عمتي مفاجاتي هذه ما تنقال، مفاجاتي هذه لازمتي وتشوفيها. و اتزوج بنتي دلال وخذها تشوف عمتها. لا توقع شريفة، أول شيء سمع اللي بقوله. كنت حاسس إني بوصل لها النتيجة من أول يوم شفتها فيه، لكن أبوها فاجأ. يا محلى المفاجأة.
أبويا أبي الريال أني ما با لأنه ما تقدم لي. يا بنتي يا بنتي وافي وريحيني. أنت كيف تخلين رخيصة في عيونه؟ يقولوا اخطب لبنتك ولا تخطب لولدك. يا قاسم انت كيف ترخص لبني في عين الريال؟ يا مبارك يا مبارك يا اخوي فهمني، انا باي شلها عند عمتها. وليش انت ما تشلها؟ انا لي حساب، حساب طويل، حتى لو بحسابي دخلت السجن. صدقني بتخسر فلوسك على الفاضي، قضيتك خسرانة. فهد تعال معي يا باك شوية. وش هذا اللي سويته؟ أنت المحامي ولا أنا؟ أنا قلت وجهة نظري. وجهة نظري أنا اللي تنقال في المكتب. بس القضية اللي جايبينها الريال ما فيها شيء لصالحة. هذا يرجع لي أنا، أنا اللي أقرر. أنا آسف، بخليه يدخل عندك. تفضل. شوف عشان ان محامي فاهم قال ان قضيت ربحانه 100%. مبروك مقدما. هذا المقدم. وهذا إيصال بالمقدم. يا الله تعينك ترحمني. السلام عليكم. وعليكم السلام، وين كنتي؟ يا كنت عند خالتي، تنازلت لها عن البيت. ومن غير ما تاخذي راينا؟ رايكم ما عرفه من زمان. انزل على الأقل خبر. هذا أنا أقول لك. وبعدين السالفة استوت بسرعة بسرعة. هي بغت البيت ينكتب باسمها بعقد بيع وشراء بيني وبينها. أنا أضمن فلوسكم وهي تضمن الترميم اللي جاي حليمة. رحتني كنت ناوي تقول عن ورقة الدين. لا كنت ناوي نبهش وإيش اللي أقدر أسويه لو ما سمعت كلامي وتعطيه. بس أنا مشيت على خطتك حبة حبة ولا نسيت إن أنت اللي زرعت هالفكرة في راسي. أنت اللي نسيتي إن فكرتي والحين تبغى تاخذ كل شيء. يعني وين بودي كل هذا؟ هاي انا قدامك. قدام عيوني
وكل شيء باسمش شيء، وقدام عيوني وكل شيء باسمي شيء ثاني، وكلهم ما نفس بعض. يما إذا بنخون بعضنا من أولها ما بنسوي شيء. البيت صار باسمي، هذا أضمن لي وأضمن لك، لأن شريفة تخاف منك. لو عرفت أني أنا كذبت عليها بيضيع كل شيء. وقعي لي ورقة صغيرة تثبت أن البيت حالي. بعد ما يترمم وينبني عليه بيوت الأجار بنتقاسم. السلام عليكم عمتي. وعليكم السلام سمع. عمتي وين ليلى؟ غرفتها. انا اذنك بصير اشوفها. سيري. ليلى؟ 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 بس يا ليلى بس، وش اللي صاير؟ طلقها؟ لأنها واقفة الطريق حلمي. ليلى كانت في موقف صعب. لو تحبني بتضحي. طيب أنا ما قلت لك أني بساعدك؟ أبا حويش ما تشوف لأرض من الأراضي اللي عندك. ما عندي مساحة الأرض اللي باطلة. لو أنت طالب منه شيء كان بيعطيك إياه بكل سهولة، أما أنا لا، كل حد يقول لي لا. تأدب يا ولد. أنا ما صرت معك إعلان علشان الأرض. هو إيش اللي صار؟ ما أعرف إيش اللي استوابك هناك يطاير بسيارة طيران. يا ريال ما وافق يبيع. ما أبغي أطول في السالفة بدون فايدة. والله إنه ما فيك خير. لازم تعرف يا طلال إن أبوك يفهم. لا يا أبوي لا. طلال لازم يعرف من اللي شجع المستثمر على مشروعه. وانا اقول حويش ما تنفذ المشروع لانكم تدخلتوا في شيء ما يخصكم. انا مسؤول عن نفسي وما باكم تتدخلوا. خلي فلوسك، كل فلوسك حق يفهم. انا اقدر ادبر نفسي. انت حويش متحامل علي. يا طلال يا ولدي انت واخوانك عندي واحد. انا واخواني ثلاثه، كل واحد له حصه من طيبته وعطفه ومعاملتك وفلوسك. هذا غير الأسرار، وأسرارك إن واحد فينا بس يدرس في أرقى الجامعات وياخذ الدكتوراه والماجستير، والثاني عادي ياخذ بكالوريوس على قده، والثالث ما مهم إذا كمل دراسته ولا لا، المهم واحد يكون مناسب لإدارة الشركة، والثاني ما قادر حتى ينفذ المشروع. ما صدق اللي تتكلمي عنه. ولدي طلال. حتى انا ما مصدقها. حويش ما تتفاهموا. ما رضى مصر يسوي المشروع في المزرعه. انزين المزرعه كبيره وفيها بده. حتى ولا المشروع بيضرها. انت اقترحي عليها الحل. انت ضحي شويه وهو يضحي شويه. انا بخلي طلال يجي وقولي له قدامنا. لا يا عمتي خلهم يتفاهموا باثنيناتهم. وانتي متى بتتفاهمي مع ريلش؟ كل واحد فيكم وعدني لف الثاني ولانتو ما اشوف شيء.
بينكم سالفة عودة. فرحتي بك وبنفسي خلتني أتسرع و... تسرعت؟ لأنك طلبت مني أتزوج بنتك؟ المفروض أنك أنت اللي تطلبها مني. زين يا عم، وأنا جاي تو أطلبها منك. عشان ما تحسسني بال... لا يا عمي لا، لأني فعلا أبى القرب منك عشان أأكد لنفسي أنه إحساسي بمعرفتك كان صادق، والنتيجة طلعنا نعرف بعض. وهيش دخل إحساسك بزواجك من بنتي؟ ليش ما تزوجت؟ من عقب حرمتك؟ تراني قلت لك يا عمي، الإحساس الصادق. ما فهمت. صار لي سنتين وأنا ما حاسس بالدنيا من حولي. أمي وإخواني شابت روسهم مني ومن حالة الحزن اللي كنت فيها. بس يا سبحان الله، أول ما جيت عندكم حسيت إن تغير فيي كل شيء. عيلاني هني من زمان لكن ما تغير علي شيء، رغم إن زوجتي ماتت من سنين طويلة. أنا عارف إن الأصول إني لازم أجيب أمي وأختي وأهلي، بس أنا حاب أسوي لهم مفاجأة كلهم. أباهم يعرفوا إني تغيرت في الوقت المناسب اللي الله سبحانه وتعالى قدره علي. أعطيني رقم الشيخ مبارك عشان يقنعك أكثر. أنا آسف، المشروع كبير ومحتاج المزرعة بكبرها. عيل خلاص، شوف لك مكان ثاني حمشروعك. وانت شوفي لك مكان ثاني غير هالحجرة. انت طارق. لا لا ليلى، ليلى طمنوا، ليلى بخير، بس الظاهر صابها ارهاق شديد او صدمه عصبيه. واللي زايد المشكله انها كانت ماخذه كميه من الحبوب المهدئه. ويش؟ تبي تقتل عمرها؟ سوينا لها غسيل معده وخلصناها من الحبوب، لكن الصدمه ما اعرف وش سببها. انا السبب. أنا طلقت ليلى. أنت مجنون؟ ما عندك عقل؟ بتطلق ليلى؟ هذا اللي استوى. طلال، هذه ليلى. ليلى لا تجلس تعطيني مواعظ. لا بعطيك مواعظ، لأن أنت في الأساس ما عندك عقل. وأنت وين عقلك؟ جالس في بيت وحرمتك في بيت. يا ابو داود ايش قلت؟ والله يا مبارك، سيف والنعم فيه ويكفي انه
ود ناصر الحلاو؟ يعني موافق؟ موافق، بس لازم أشاور البنية شوية. أنا ذنكم. ها يا بنتي، إيش رأيك؟ هذي سيف يا يطلب إيدك، ومع خالك مبارك وعمك فايل. اللي تشوفه يا أبويا. يعني موافقه؟ السكوت علامة الرضا. مبروك يا سيف، ألف مبروك. مشكور يا عم. مبروك مبروك، ذهب المهرات. شكور يا عم. ألف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك. وهلا هلا فيها. إن شاء الله. شيخ على بركة الله. نسوي الملكة هني والعرس عاد تسووه هناك عند هلك وهلها. وأنا آخر من يعرف هذا البيت؟ ما كاني أنا رب الأسرة والمسؤول عنه؟ هدي نفسك يا أبو كيفر. هدي نفسك. كيف أهدي نفسي وهالمينون بيدمر حياته؟ كيف يطلقها؟ كيف؟ وحويش عشان أرض؟ أنا أقدر أجيب له بدل الأرض 10، بس هو عنيد، عنيد وراسه يابس. أنا أقدر أعتمد على نفسي، هذه نتيجة اعتماده. ما أنت اللي دائما تقول له أنت حر، سوي اللي تشوفه. من رد جيفر وأنت تبعده عنك شوي شوي لين حس إنه وحيد. حر في اختياره لما يكون اختياره صح. لما اختار انه يتزوج ليلى فكان اختياره صح. حتى لما اراد انه يطلع من الشركه ويعتمد على نفسه ما وقفت في طريقه. لكن يستغل هذه الحريه علشان يطلق ليلى فلا. انا ما عندي استعداد اسمح لعلي انه ينتهز هذا الشيء. لان علي يريد هذا الشيء يصير من زمان. انت ويش تقول؟ ويش يخص علي بالموضوع؟ انت نسيتي؟ نسيتي ان علي الوحيد الرافض زواج طلال من ليلى؟ وكان يريدها حولده فهد؟ نسيتي؟ هذا الكلام صار له سنين وليلى الحين عندها اولاد وما ظني. انت ما تعرفي علي. علي لو الود وده يأذيني من زمان. ما تعرفي علي. حويش، ويش اللي بينك وبينه؟ علي صديق اخوك المرحوم. حوش يبا يذيك. لانه هو اللي لانه ويش؟ ماشي ماشي ماشي. وين طلال؟ مهرة. يوم ردينا من المستشفى ما رد معنا. فتحت الشنطة اتصلوا فيها من الشركة مرة ثانية وتذكرت الموضوع. صدقي كنت ناسيت لنا. هذا هو الملف. باكر بتصل بهم يطرش واحد ياخذنا من المستشفى. بس يا بدل. كيف ليلته؟ احسن. مسكين الله يعينها على حالها. والله حالش ما احسن عن حالها. غريبة. لحظة شنو فضل؟ فهد تعال أباك شوية. نعم أستاذ.
فهد وين ملف مرافعة الأستاذ خميس؟ موجود أستاذي، موجود في الملف الخاص بشركته. ما لقيته؟ تعال شوفه. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبوي. أنت حواش يا السني. كنت أدور على دور ما تدور، هذا ما يخصني. الكرسي هذا ما من حق تجلس عليه أبدا، فاهم ولا لا؟ أبوي هدي نفسك، ما استوى شيء؟ لا استوى. لازم تعرف مكانك زين وما تتخطاه. قوم قوم ولا تعيدها مرة ثانية، فاهم؟ سمحوا لي أنا بستأذن، بيك وقت ثاني يا أستاذ جيفر. هذا اللي كنت خايف منه وحذرتك منه وقلت لك أولاد علي بعيدهم عنك، لكنك أصريت وهذه هي النتيجة. أبا أفهم وإيش سبب عصبيتك هذه كلها؟ ترى إلا كرسي. ما تعرف وش قيمة هذا الكرسي، ما تعرف وش اللي أنا سويته علشان أجلس على الكرسي اللي أنا عليه. حويش ما خبرتني على اللي سواه أخوك. اليوم باكر بتعرسي، والحمد لله انه بياخذك واحد بيوديك عند عمتك وهلك اللي يا ما صدعتيني عشان تشوفيهم. ايش درك انهم مثل ما تقول؟ سيف خبرني فزعانه. من هيش فزعانه؟ فزعانه عمتي موزه واهل سيف ما يتقبلوني. يا بنتي عمتك موزه اختي كانت تشوف بالدنيا، ويوم بتشوفك بتحلو الدنيا في عينها أكثر. سيبيني أنا عنها. أما شريفة، آه يا شريفة بتعرفيها من غير ما خبرك. ليش ما تيجي معنا أنت وداود؟ بيي بنتي بس ما بالحين، وقت ثاني. يلا خلي تعش تعش. ماما سمع ماما سمع. خلون حبيبتي. من خذوها هي تصيح رفض تاكل اي شيء، خافوا عليها لا تمرض فرجعوها.
تفضل. أتمنى توافق. حويش. ما أظن الإهانة جزء من طبيعة العمل. قصدك اللي سواه أبوي؟ لأول مرة أشوف الوجه الثاني للعم ذياب، ويا ليتني ما شفته. كنت أتمنى صورته تظل مثل ما كانت، لكن للأسف للأسف الصورة تشوهت. فهد، أنت قبل ما تكون موظف عندي فأنت أخ وصديق، وإذا حسيت بالإهانة من أبوي فأرجو أنك تقبل اعتذاري عن اللي سواه. ممكن أتناسى اللي سواه عم ذياب، لكن اللي تسوي أنت صعب بصراحة. أسلوب عملك أحسك تخدع الناس، تخدعني. المحامي لازم يكون أمين على العدالة وتحقيقها. اللي أشوفه إنك تبيع وهم العدالة للناس، تستغل حاجتهم. اسمح لي، أنا ما أقدر أشاركك في هذا الاستغلال. وإيش اللي استوى لك يا جيفر؟ أنت ما كنت كذي. خليك ترجع جيفر، جيفر اللي كان صديقي. عن إذنك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طمنيني عليش. ابى اسير البيت، ابى اشوف اولادي. الدكتور قال لي بتطلع اليوم، بس اخلص الدوام وبنسير مع بعض. المحامي لازم يكون امين على العداله وتحقيقها. اشوفه انك تبيع وهم العداله للناس، تستغل حاجتهم. الله يسامحك يا ابوي، قلبت شخصيتي، قلبت افكاري، حتى مبادئي، قلبت حياتي كلها. ما اقول غير الله يسامحك. ويساعدني. اتفضلي يا بنتي اتفضلي، البيت تحت امرش. ولا تمريبه انا حاضر ولا تتكدري. يلا هذا اللي الله كاتب لنا حالش. الحمد لله على كل حال. من ايه بقول له ان شاء الله؟ اخاف يتضايق ويعرف انش بنت عمته وصاحبة فضل عليه. صدقيني ما بيتضايق. خليه يروح يسكن ببيته الجديد. ولا انا حاول الشعر انه يعني عشان تمخلي. تفضلي يا بنت تفضلي. أنا والأولاد في بيت خالي علي، بمراقب باقي أغراضي
بعد ما أرتب أموري إذا ما عندك مانع. صار لك انت الله يا دياب، وليلى رجعت لبيتها، وفهد عرفك على حقيقتك، قاسي عرف ان طيبتك وعطفك عليه كله تمثيل وكذب، مثل ما كل شيء في حياتك كذب في كذب يا دياب. اهلين طلال. وعليك السلام ورحمه الله. عارفك على الشيخ محمود. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ولد. كيف حال الوالد؟ الوالد بخير. ترى الوالد صديقي من زمان. ليش واقفين يا جماعه؟ تفضل استريحوا. استريح يا ولد، استريح. خير؟ اليوم صوتك على التليفون مطمن، صاير شيء؟ لا، بس الظاهر انه مشروعنا ما بيستوي. مين قال هيك؟ حاول تقنعهم الأولاد بدون فايدة، وحتى الأرض اللي أبوي حاول يشتريها ما توفقنا فيها. أنا فكرت صاير شيء أكبر من هيك. كيف يعني؟ أنت ما خليتني كفي كلامه. الشيخ محمود طلع عنده قطعة أرض، لما عرضت المشروع عليه تحمس كثير ووافق يدخل معنا شريك بالمشروع. يعني اطمن يا ولد، اطمن الوالد، مشروعك إن شاء الله بيتم تنفيذه. عقب ويش؟ ماشي، بستأذن.